عشرات الآباء تركوا مشاغلهم وأشغالهم منذ انطلاق السنة المدرسية بالمعهد الثانوي بمنزل شاكر حتى يؤمنوا رحلتي الذهاب والإياب لأبنائهم من قرى وعمادات على امتداد أطراف أكبر معتمدية في صفاقس بعد أن تخلت عنهم الشركة الجهوية للنقل. 45 كيلومتر على منزل شاكر من القوادرين، منزل شاكر 45 كيلومتر، وعندنا 7 أيام تو ما قريناش. وينهم التلامذة في تونس هنا تو كلي 7 أيام ما يقروش؟ شو السبب؟ السبب ما فماش كار، كانت عملوا عندنا كار، سنة ما فماش كار. عمادة منزل الدرج أكبر عمادة في منزل شاكر. ما عندناش مواصلات بينه وبين المعتمدية، لا نقل ريفي ولا كار ولا حد شيء. التلامذة نص ونهزوا فيهم احنا. ندبروا كراهب كيما تبدا كار ومبار ولا حاجة، نمشوا نجدروا ندبروا كراهب ونوصلوا. كراهب غير مرخصة. كراهب غير مرخصة. معناها تركب في كرب سيزيفا 20 و 30 تلميذ. العشاش والعوادنا وكمون والحاج قاسم واحد تم الاتفاق يعني في وقت سابق منذ سنة 2017 مع مندوبية التربية صفاقس 2 انه باش يقوموا بأشغال في المبيت الخاص بالتلاميذ لمدة سنة. وإلى حين الانتهاء من الأشغال تقوم الشركة الجهوية النقل بتأمين تنقل وليداتنا. الأشغال من عام وفات كان بعد عامين، بعد العامين يعني قلنا رحنا الحفلة هذه والعوين حشنا بهم في منطقة أخرى خاطر الإمكانيات نتاعنا إمكانيات هي محدودة. بداية هذه الأزمة تعود إلى انطلاق أشغال تجديد مبيت المعهد واتفاق مع الشركة الجهوية للنقل بتأمين رحلات التلاميذ إلى حين انتهاء الأشغال بالمبيت، لأن غالبية التلاميذ عزفوا عن المبيت المدرسي حتى قبل أن يكتشفوا. 4 سنين نمشي ونجوا في الكار، تجيني تو تجي بعد 4 سنين تلميذ وتقول لا أرجع مبيت، والمبيت مش حاضر، المبيت ثلاثة مش حاضر، ثماش مبيت. من يتحمل مسؤولية نقل التلاميذ الصغار من السنة 7 حتى السنة 9 معنا في فصل الشتاء وفي كل حصة، في كل حصة يلزم يوكلهم ويشربها يعاود يرجعهم يعاود يرجعها، هذو شكون مش يتحمل؟ ثم قايمين موطرين للشيء هذا، ما ثم حد شيء، كلها تعيش نقايص بالنسبه لمعتمديه منزل شاكر. طلبنا الوحيد هو توفير حافلات للنقل وبس. انا مبيت المبيت عامين ومجرب، لا فيه لا ماكله مسمحه، لا فيه ظروف صحيه، وزيد وقت كورونا، 300 تلميذ في المبيت ما يساعدناش. بالنسبه لمبيت منزل شاكر عملوا 5 مقيمين فقط. والسنة كيف كيف معناها اللي قدمونا طلب منحة هم 9 مقيمين فقط. بالنسبة لمعهد منزل شاكر شهد أشغال السنة الفارطة وهو مبيت حديث، مبيت متميز، مطعم مدرسي فيه متميز جدا، يقدم أكلة سخنة لتلامذة الإقامة والنص إقامة. مطالب ما جينا حتى مطلب بالنسبة 8 مطالب فقط للإقامة بالمدرسة الإعدادية ابن سينا منزل شاكر و9 مطالب إقامة فقط بمعهد منزل شاكر. أزمة تتجدد سنويا في أكثر من منطقة في صفاقس تدعو إلى مراجعة سياسة النقل المدرسي في معتمديات ولاية مترامية الأطراف.